انطلقت فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم والمقامة على مدار 3 أيام في مدينة شرم الشيخ. دار خلال الفعاليات النقاش حول قضايا السلام وحل النزاعات والحروب، ذلك بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، فضلا عن السعي لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية الضحايا أو ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون نظر لعرق أو جنس أو دين، وصولا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم. احنا النهاردة موجودين في مدينة شرم الشيخ لإطلاق آخر مبادرات منتدى شباب العالم، شباب من أجل إحياء الإنسانية. الحقيقة هي مبادرة جاية متواكبة مع الظروف الحالية اللي بتمر بيها البلاد وبيمر بيها العالم وبتمر بيها مصر تحديدا على حدودها بالصراعات اللي موجودة. الغرض منها هو دعوة مجموعة من شباب مصر والعالم خلال 3 أيام هنعقد العديد من ورش العمل، بنتكلم فيها على إيصال المساعدات الإنسانية، بنتكلم فيها على العمل التطوعي، على أهمية وجود المجتمع المدني، بنتكلم فيها على أهمية ضمان مستقبل أفضل للشباب بلا حروب وبلا نزاع وبلا دماء وبلا ألام. أطلقنا فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية. كان النهاردة في حضور وكان في معانا مشاركين من منظمات دولية. طبعاً الرسائل العامة كانت رسالة عامة لدعوة للسلام ودعوة أن الشباب يتجمعوا من تاني، يشاركوا أفكارهم ويشاركوا آرائهم إزاي نقدر نوحد العالم لتحقيق السلام.